مرحبا بكم دابا معنا في الحلقه الثانيه ديال الدوره التعليميه ديال التداول بالنسبه للمبتدئين. بالنسبه للناس اللي غيدخلوا نيشان في هذا الفيديو كنصحكم ترجعوا للفيديو اللي قبل باش تشوفوا الدرس الاول، عاد كملوا معنا باش تمشيو معنا في التسلسل. ما نطولوش التقديم، غادي ندوزوا نيشان لصوب الموضوع. كما شفتوا في العنوان غادي نشوفوا اليوم انواع التحليلات او التحاليل اللي كاينين في الدومين ديال التداول. ما عرفتش تقولوا كنقولوا التحاليل او التحليلات، المهم تنقول لهم دي زاناليز. اوكي، قبل ما نقول لكم شنو هما نبغيكم نتوما تجاوبوني في لي كومونتير، قولوا لي واش كتعرفوهم وشنا هما بالنسبه لكم باش نعرفكم واش ديجا عندكم واحد الباك جراوند في هذا الدومين هذا او لا. كاين دو تيب داناليز وانا كنسميهم صراحه دو زيكول. كاينه ليكول الاولى اللي هي ديال الاناليز فوندامونتال، غادي نشوفوا شنو كتعني وشنو فيها من بعد، وكاينه لا دوزيام ايكول اللي هي الاناليز تكنيك. اوكي، بالعربيه تنقولوا لها فوندامونتال، تقول التحليل الاساسي، والاخرى كنديروا التحليل التقني. كنظن كنتمنى ما نكونش غلطت في المصطلح، لان بالعربيه ما عارف صراحه المصطلحات اكزاكت، لكن تغلط صحوا لي عفاكم في لي كومونتير. اوكي، حنا اون كو ريتيل تريدرز كنفضلوا الصراحه، وحتى على حسب التجربه ديالي مع بزاف الناس اللي كانوا جاوا عندنا لو سونتر، تيفضلوا اكثر الاناليز تكنيك لان هي اللي كتعاود بزاف، لان اغلبيه ديال الامر فيها هو واحد الاشكال هندسيه كيتعاودوا، وتيخصنا نحفظوهم باش نعرفوا ونديتكتيو لي بوزيسيون داشا و الفونت اللي كاينين في لو مارشي. انا ما نكذبش الله، حتى انا براسي تنخدم اكثريه بلانيز تكنيك، ولاني في الاخر ان شاء الله ديال الفورماسيون غادي نحاولوا نخرجوا واحد المزيج من اناليز تكنيك اي اناليز فوندامونتال. يعني نقدر نقول لكم بان الاستراتيجي ديالي اللي كنستعملها حاليا وكنخدم بها هي مزيج بيناتهم، كتعتمد مثلا على واحد 70% من الاناليز تكنيك وواحد 30% او 20% من الاناليز فوندامونتال. يعني ما تيخصناش ما كايناش وحده احسن من وحده، وتيخصنا مثلا وحده نتغاضاو عليها ونخليوها ونركزوا على وحده اخرى، بالعكس تيخصنا نعرفوهم بجوج وديك الساعات حنا نستعملوا اللي كنفضلوا احسن. الوغ بالنسبه للاناليز فوندامونتال اشنا هي؟ او التحليل الاساسي اشنا هو؟ التحليل الاساسي اسيدي على لا اللي كنتي باش كتفرجي فينا كيجمع كاع التحليلات العلميه والاقتصاديه باش تعاوننا نقيموا السعر ديال واحد الاصل مالي بغينا نتداولوه ولا بغينا نشريوه، بحال الميكرو ايكونومي او لا الماكرو ايكونومي. هاد المواد هادو تيعاونونا باش نديروا هاد التحليل وتقييم السعر. بالنسبه للاناليز فوندامونتال كتختلف ما بين صراحه حتى ما بين لي مارشي فينونس. بالنسبه مثلا لي زاكسيون اسهم ديال الشركات تيكون عندهم واحد المعطيات ديفيرونت على مثلا المارشي ديال الفوركس. نعطيكم مثال، الفوركس كنعتمدوا على الاخبار الاقتصاديه اللي كيدخلوا فيهم بزاف ديال الاخبار، نعطيو واحد منهم بحال مثلا نون فارم بيرول، عندك الامبلويمنت ريبورتس، عندك الانترست ريت، عندك الريت ديال الانفليشن، كاين السي بي اي، كاين بزاف منهم نقدو نديطايهم من بعد واحد الفيديو تكون مختصه. هادو مثلا تيقول لك بان البنك المركزي غادي يزيد يطلع في سعر الفائده، هذا الشيء ممكن ياثر مثلا على الدولار او على الذهب. اوكي، دونك حنا كنحاولوا باش سؤال كنا عارفين كيفاش مثلا غتخرج النتيجه واش موجبه ولا سلبيه، ممكن نتداولوا في الوقيته او لكننا خايفين كنحبسوا المتداول، كنسدوا كاع المراكز ديالنا وكنساينوا ديك الوقيته دوز عاد نكملوا التداول اللي كنا كنعتمدوا غير على الاناليز تكنيك. هذه بالنسبه للسوق الفوركس. بالنسبه مثلا لسوق الاسهم كيفاش تكون التحليل الاساسي ديالها؟ الا كنتم متذكرين معايا في الحلقه اللي فاتت قلنا بالنسبه للاسهم والشركات على طول العام وعلى واحد الفترات الزمنيه تيكون مطلوب منهم يخرجوا او لا يعطيو مثلا الدوله المستثمرين اللي حنايا مثلا كنكونوا مستثمر في الشركه كيعطيو واحد سكون ابيل دي بيلون فينونسيي، وبالانجليزيه كيتسماو فاينانشال ريبورت. دوك الفاينانشال ريبورت ممكن يكون مثلا دي بيلون ديال 3 mois شاك 3 mois شاك 6 mois سيمستر او لا انويل. مثلا كتسمع مثلا نتفليكس مؤخرا كان عندها البيلون ديالها، مابقيتش عاقل صراحه واش انويل ولا سيمستريال، مي جو بونس ديال سيمستر، كان عندها موجب اللي خلى السهم ديالهم ينقص من 180 دولار حتى لدابا راه جو بونس طلع حتى 210 دولار كنظن. اوكي، دونك السهم بعد ما كان طاح هذه تقريبا واحد الظرف ديال 5 اشهر 6 اشهر، دابا بفضل هذه النيوز هذه خلى السعر ينتعش والناس يتيقوا في الشركه وناضوا كيعاودوا يشريوا السهم. هذا اكزومبل حي على خبر اقتصادي كيفاش ممكن نقراوه ونستافدوا منه. باختصار هاد التقارير الماليه اللي كتعطينا هاد الشركات هادو كيستعملوهم بزاف ديال الجهات كيف ما قلنا، سواء حنا كمستثمرين سواء الحكومه بالنسبه للضرائب، باش كتخلينا نعرفوا ليطا فينونسيي ديال ديك الشركه اللي غادي نستثمروا فيها. كنظن بانكم فهمتوا الفكره ديال الاناليز فوندامونتال. دابا غادي ندوزو لاناليز تكنيك اللي هي الحوت الجماهير، كتعتمد اساسا على الرسم
المبياني او البياني ولا ما عرفتش كيفاش تسميوها، مي اون غرو تيكون عندنا واحد لو غرافيك وتنحاولوا نديتيكتيو كيف ما قلت لكم واحد الاشكال الهندسيه اللي كيتعاودوا بزاف اوكي، واللي هما تقريبا لا باز ديال لاناليز تكنيك. هاد الاشكال الهندسيه اللي كندوي عليهم عندهم واحد الاسم خاص خصيص ليهم كيتسمى باترنز. بعد الباترنز هادو كنحاولوا نديتيكتيو لي ترند اللي غادي يكونوا في المارشي. ملي كنقول الترند كنعني به هو الاتجاه ديال السوق، واش غادي يكون صعودي او لا هبوطي او لا غادي يكون في الرانج. هذه الحاجه الاولى اللي كتكون في الاناليز تكنيك. الحاجه الثانيه كنعتمدوا على حوايج اخرين سميتهم مؤشرات او لا انديكيتور اللي كيساعدونا باش نتوقعوا الحركه ديال داك الاصل المالي او حركه السعر اللي كان باغي نخدموا فيه. باش نحاول نفسر لكم صراحه الاناليز تكنيك غادي نحاول نشوفوا واحد الباترنز اللي كيتعاودوا بزاف ولي اساسيين يعني بيزيك، نحاولوا نشوفوهم سواء واش نرسمهم ولا نديروهم في البيسي. الله يمار الصراحه كنظن رسموهم دابا جينا سهله، من بعد عندي لكم شي فيديو اللي غيكون فيها اون ديتاي كلشي، او ميم طون غادي نبقى نبين لكم التصاورات اللي فيهم الباترنز مرسومين مزيان اوكي. مي ضروري ما غنشرح لكم هكا، خاص ضروري يكون داكشي تطبيقي باش تحاولوا تفهموني اشنو تن. دونك اول حاجه كنهضروا عليها في الاشكال الهندسيه اللي مهمه اولا في الباترنز هما بعدا الاساسيات ديالهم هما سميتو لي سوبور و لي ريزيستونس. فينا هي فينا هو الفطر. كنظن بانكم فايتين سمعتوا بلي سوبور و لي ريزيستونس. سوبور نتمنى ما نغلطش في الترجمه ديالو بالعربيه، لو سوبور كنظن هو الدعم اوكي، تيكون دائما هو الخط اللي تيكون تحتاني هو سوبور اوكي، الدعم منطقه الدعم يعني كدعم. ديما الدراري والبنات اللي كتفرجوا فيا باش تعقلوا عليهم السيبور هو اللي كنلوح عليه، مثلا السيبور هو الارض، هو الارض اوكي، السيبور هو الارض. ديما باش تعقلوا عليه مثلا كتكون عندك اون بال دو تينيس تينيسا، ملي كنلوحها في الارض كتبومبا تو سامبلومون كترجع لعند ديالك كتدير السعر اوكي. دونك السعر تقدروا تفهموه بانه هو كره ديال التينيس، ملي كيمشي تيقاس في الدعم تيحاول يرجع اوكي. هذه هي الخدمه ديال الدعم، تيحاول يطلع داك السعر ديالنا. يعني حنايا كنحاولوا نتوقعوا لو بري يجي او سميتو السعر ديال داك الاصل المالي اللي تنخدموا فيه يجي لهنايا اوكي، ونحاولوا نسرين هنايا ونسينوه يطلع. هذا سوبور منطقه الدعم. كاينه العكس ديالها هو الريزيستنس. الريزيستنس اللي كنسميوها بالعربيه نخليكم تقولوها ليا في الفيديو اشنا هي الريزيستنس. يلا عندكم ثلاث ثواني، واحد جوج ثلاثه ما عرفتوهاش. الريزيستنس هي منطقه المقاومه. دونك دابا تاكدت من الترجمه هي هذيك الصراحه. دونك منطقه المقاومه دونك العكس ديال هادشي اللي شفنا. الريزيستنس هو السقف باش تعقلوا عليه. دونك شنو كنديروا ملي كنضربوا التينيسه في السقف كتهبط عندنا لتحت، دونك فوالا كنضربوها هنايا كتعاود تهبط. دونك هنايا كنحاولوا نبيعوا المركز ديالنا هنايا ونحاولوا نسينوه يهبط باش ناخذوا الارباح ديالنا لتحت. دونك هذه هي الخدمه. دونك حنا اول حاجه كنديروا بهاد الباترنز هادو كنحاولوا نديتيكتيو لي سوبور ولي ريزيستونس ديالنا اللي هما الاساس ديال الباترنز، هما اللي غادي نبقاو نخدموا بهم باش نخرجوا جميع الاشكال الهندسيه اللي عندنا في الشرط ديالنا. حاجه مهمه خاصكم تعرفوا اونك بيجينرز في تريدينغ اللي هو الجرافيك ديالنا كيفاش تيكون. الجرافيك ديالنا تيكون فيه جوج ديال الخطوط مهمين. الخط الاول هنايا هنايا اسمحوا لي في هذه الجهه على اليمين ديالي تيكون فيه السعر اوكي برايس، وهنايا لتحت هادشي غادي نشوفوه ان شاء الله في البلاتفورم دو تريدينغ باش غتفهموني. هنايا تيكون بحال داك ما عرفتش يقولوا شحال الزماني، الاطار الزمني هنا تيكون الوقت اولا يعني الوقت فوالا التايم التايم ديالو، يعني تيكون هنايا الايام واحد سميتو جوان جوج جوان هي غاديه فهمتيني، تيكون التايمينغ يعني بالوقت بالنهار بالشهر بالثانيه بكلشي يعني هادشي تيكون. والسعر كيفاش تيمشي؟ السعر تيمشي كيبدا من اليسار، من اليسار ديالنا هنايا اوكي، وتبقى غادي اليمين اوكي، تبقى غادي بهذا الاتجاه هذا باش تكونوا عارفين. دونك ملي تشوفوا ان جرافيك تعرفوا او موا منين كيبدا وفين تيمشي، تبقى غادي ديما تبدا من هنا وتبقى غادي هكا. هنا تيكون كيما قلت لكم السعر، وهنا تيكون الوقت اوكي. اللي زوين في هاد الباترنز هادو اللي هو التكرار ديالهم تيوقع بزاف اوكي. غادي نحاولوا ان شاء الله نديروا عليها فيديو بوحديتها باش نشوفوا داكشي مزيان
وتفهموني اكثر غادي نصوروا في البي سي ونحلوا البلاتفورم ديال التريدينغ ديالنا ونشوفوه بعينينا، ولكن اون ميم طون نعطيكم واحد النبذه منه باش تحاولوا تفهموا. هما شوف هما كاينين بزاف لا من ناحيه الانديكيتورز لا من ناحيه الباترنز، ولكن حنا كنعتمدوا على واحد مثلا نقول واحد 10 هي بالنسبه هي كمثال واحد 10 هما اللي تيكونوا معروفين بزاف وتيبانوا بزاف ديال السوق. وحده منهم هي هذه اللي شفنا ديال لي سوبور لي ريزيستانس، هادو كيف ما قلت لكم هو الاساس، هما اللي تيكونوا تقريبا كاع الباترنز. اوكي غير هو تيختلفوا حيت هادو اللي شفنا تيكونوا متوازيين، كاين واحد اخرين تيكونوا مثلا غاديين عوجين بحال هكا اللي كيشكلوا سكون ابيل داك الشكل الهندسي، اسمحوا لي راني عرفت شي راه الصاد اللي كيشكلوا كتسمى القناه، يعني قناه سعريه كتكون دايره بحال هكا، يعني بلاص سوبور ريزيستانس اللي كنا شفناه تيكون بحال هكا متوازي وكيلعب السعر هكا، هذه لا كتكون دايره بحال هكا اوكي، والسعر تيبقى يلعب من هنا لهنا 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 لهنا، يعني كيف ما قلت لكم لا باز ديالو كتبقى ديما سوبور والريزيستانس، يعني تيكون الاختلاف غير في الطريقه في كيفاش تيكون داك سوبور ريزيستانس ديالنا. كاين واحد اخرين تيكونوا مثلا يقدر مثلا يكون على شكل على شكل رايه فلاغ اوكي، مثلا رايه تكون العصيه ديالها بحال هكا، هذا هو السعر، تيكون السعر طالع بحال هكا وتيجي عاوتاني هنايا اوكي، والسعر تيبقى يلعب هنايا تيبقى يلعب هنايا بالنسبه لهذا الباترن هكا. هذه مثلا كتسمى اي ثينك لبقيت عاقل كتسمى بوليش فلاغ اوكي، بوليش فلاغ تنحاولوا نسينو واحد هنايا، هذا اش كيتسمى بريك اوت، يعني السعر كيحاول يخترق ديك المقاومه اللي عندنا هنايا اوكي، هنايا الريزيستنس هنايا السوبور تيخترقها باش يمشي يقلب على مناطق ديال الدعم ومناطق ديال السوبور واحد اخرين اوكي. دونك حنايا في هاد الباترز هادو شنو كنحاولوا نديرو؟ كنحاولوا سوا نساينوه يعاود يقيس دوك المناطق ديال الدعم والريزيستنس اللي عندنا، يعني يقيسهم باش نشريو من التحت ونبيعو من الفوق، هذه قاعده عامه خصكم تعرفوها ديما، عقلوا عليها، باي لو اند سيل هاي، يعني باي في السوبور وسيل في الريزيستنس، هذه عقلوا عليها، هذا هو لا باز ديال التريدينغ، هذه ما خصكمش تنساوها، عمرك تشري الفوق وعمرك تبيع لتحت، هذه عقل عليها. هكا غادي تقلل من الريسك ديال الخساره ديالك والاحتماليه ديال التمرجين في لو كوم ديالك. دونك هذه الطريقه الاولى، الطريقه الثانيه هي كنحاولوا نديتكتيو لي بريك اوت ديالنا اوكي. دونك اون فوا تيخرج السعر من هاد المنطقه هذه، كيف ما قلت لكم غادي يمشي يقلب على جهه اخرى، نزوميلكم باش تشوفوا مزيان، غادي يمشي يقلب على مناطق اخرى اللي غيلعب فيهم اوكي. هنايا ملي كيكاسي الفوق تتكون بريك اوت، ملي تيكاسي مثلا لتحت تيكون ان بريك داون اوكي. هادو غير دي تيرم اللي خصكم تكونوا عارفينهم. ويعني بالنسبه لهاد الباترن اللي عاد شفنا هذه ديال البوليش فلاغ، هذه دائما كيكون كنتوقعوا بان البريك اوت غادي يكون من الفوق. خلاص كاينه واحده اخرى اللي كتكون بيريش فلاغ، هذه تتكون السعر نازل من التحت اوكي، وكيجي كيدير لنا واحد الرانج هنايا اللي كيشكل لنا هذيك الفلاغ ديك الرايه، وكنتوقعوا بان غادي يكون واحد بريك داون وغادي يكسر ذاك المنطقه ديال الدعم ديالنا وغادي يهبط لتحت. غادي نحاولوا ان شاء الله في الدرس الماجي نحاولوا نخدموا دوك الباترنز المعروفين بزاف، وطبيعه الحال خصكم انتم ديروا دي ريشيرش من جهتكم وتحاولوا تشوفوا وتشوفوا جميع الباترز اللي كاينين، كون ما حفظتوهم وكل ما ترينيتوهم كل ما تقدوا ديتيكتوهم في السوق، يعني هذا هو التمرين اللي نقدر نعطيكم. عرفتي شنو؟ انا جاتني فكره باش تكون فريمون لا براتيك، غادي نحاول ندير واحد الجروب تيليجرام اوكي، غادي نشوف شنو نسميه من بعد، غادي ندير لكم في صندوق الوصف تما، غادي يكون فيه دردشه ديال الناس اللي متبعيني واللي باغيين يتعلموا هادشي كامل، وغنحاولوا نديروا فيه نطبقوا فيه هادشي اللي كنديروا اوكي. دونك خاص لا براتيك، خاص الانسان يولف عينيه على الشاط باش يحاول ديتكتي هاد الفلاغ هاد الكانال هاد مثلا هذه اللي كنا كنشوفوها، كاين واحده اخرى معروفه سميتها دبل باتوم، كاين دبل توب، هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في الدرس الماجي. ما نطولش عليكم، نخليكم يلاه تشوفوا هادشي كامل وتفهموه وتصعبوه، سمحوا لي الا كنتعطل عليكم، دونك ما عارفين مع الصيف مع الخدمه شويه القضيه مزيره. نتمنى تكون هاد الحلقه عجبتكم، راكم عارفين كيف ديما، عجبتكم خليو لايك هي التشجيع كتموتيفيوني. هذا ما كان، نتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الماجي، ما تنساوش تتبعوني في انستغرام، لايك وكومونتيو بارطاجيو مع اصحابكم اللي باغيين يستافدوا. تشاو.